8 صباحا بتوقيت القاهرة، 6 بتوقيت جرينتش. موجز الأخبار من التلفزيون المصري، أهلا بكم. تقدم رئيس الهيئة الوطنية للإعلام حسين زين بالتهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي بمناسبة العام الميلادي الجديد. وأعرب رئيس الهيئة الوطنية للإعلام عن أمنيته بأن تنعم مصر بالاستقرار والأمن والأمان في ظل القيادة الوطنية الحكيمة، وتستكمل مسيرة البناء والتنمية في المجالات كافة، وأن تحقق أهدافها وتحرز المزيد من التقدم والازدهار، وتسير بخطى ثابتة نحو تحقيق آمال وتطلعات شعب مصر العظيم. قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلنسكي إن الدفاع الجوي لبلاده سيصبح أقوى وأكثر فعالية في العام الجديد. وأكد زيلنسكي أن قوات بلاده حفظت هذا العام على دفاعاتها الجوية لتصبح أقوى من أي وقت مضى. وأشار الرئيس الأوكراني إلى أن الدفاع الجوي لبلاده يمكن أن يصبح الأقوى في أوروبا، كما أنه سيكون ضمانا للأمن ليس فقط في أوكرانيا ولكن أيضا للقارة بأكملها. Russia can cross over the number of 40,000 of its قال النائب الأول للمبعوث الروسي الدائم لدى الأمم المتحدة ديمتري بوليانسكي إن الإمدادات الأسلحة الغربية لأوكرانيا تجعل من المستحيل العودة إلى العلاقات السابقة معهم بعد انتهاء العمليات العسكرية الخاصة. وقال المسؤول الروسي إن موسكو لا يمكنها التغاضي عن حقيقة أن الغرب يزود كييف بالأسلحة المستخدمة للقتل في دونباس وشبه جزيرة القرم وفي أجزاء أخرى من روسيا. They are planned to be blown up when the Russian army. قال رئيس مجلس دنيبرو بتروفيسك الإقليمي ميكولا لوكاشوك إن القوات الروسية قصفت مدينة نيكوبول بمنطقة دنيبرو بتروفيسك بالمدفعية الثقيلة. وقال المسؤول الأوكراني إن المنطقة شهدت يوما آخر من أيام القتال المضطرب، مشيرا إلى عدم وقوع ضحايا جراء القصف. في سياق متصل قال رئيس الإدارة العسكرية الإقليمية في منطقة سومي الأوكرانية إن القوات الروسية شنت 139 غارة على المنطقة. وأوضح أن الجيش الروسي قصف المناطق الحدودية بقذائف الهاون والمدفعية. قال جيش كوريا الجنوبية إن كوريا الشمالية أطلقت 3 صواريخ باليستية باتجاه البحر الشرقي شبه الجزيرة الكورية. وذكرت هيئة الأركان المشتركة في كوريا الجنوبية أن الصواريخ الباليستية 3 قصيرة المدى جرى إطلاقها من منطقة أو من مقاطعة غونشهاغاي الشمالية جنوب العاصمة بيونغيانغ. وقال خفر السواحل الياباني إن كوريا الشمالية أطلقت ما قد يكون صاروخا باليستيا وأرسل إشعارا بشأن صاروخ آخر. وذكرت هيئة الإذاعة والتلفزيون اليابانية أن صاروخا ثانيا أطلقته كوريا الشمالية سقط على ما يبدو خارج المنطقة الاقتصادية الخاصة لليابان. قالت الولايات المتحدة أن التجارب الأحدث التي أجرتها كوريا الشمالية على إطلاق صواريخ باليستية لا تشكل تهديدا مباشرا للأفراد أو الأراضي الأمريكية أو حلفاء واشنطن. وأكدت القيادة الأمريكية في المحيطين الهندي والهادي في بيان أن التزامات الولايات المتحدة بالدفاع عن كوريا الجنوبية واليابان ما زالت صارمة، مضيفة أن عمليات الإطلاق التي قامت بها كوريا الشمالية تسلط الضوء على التأثير المزعزع للاستقرار لأسلحة الدمار الشامل التي تمتلكها وبرامجها للصواريخ البالستية. قالت الحكومة البريطانية إن المسافرين الذين يصلون إلى بريطانيا قادمين من الصين سيتعين عليهم تقديم نتيجة اختبار سلبية للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا، وذلك بعد زيارة أو زيادة الإصابات في الصين. وقالت وزارة الصحة البريطانية إنه بدأ من 5 يناير سيتعين على المسافرين القادمين من الصين تقديم ما يثبت سلبية نتيجة اختبارات يجرى خلال 2 على الأكثر قبل مغادرة الصين. وأضافت الوزارة أن شركات الطيران سيتعين عليها فحص جميع الركاب القادمين من الصين للتأكد من نتائج الاختبارات، مع عدم السماح للركاب بالصعود على متن الطائرات دون تقديم نتيجة الاختبار السلبية. انتهى موجز 8 وعودة لاستكمال باقي فقرات صباح الخير يا مصر بعد الفاصل.